بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حلقتنا هذه سيكون الكلام فيها متمحورا حول وصايا الله عز وجل للنساء. ورد في القرآن الكريم العديد من الوصايا التي وجهها الله سبحانه وتعالى للنساء، من بينها الحجاب. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابيبهن. فالحجاب معناه الستر والمنع، فهو أناقة الحياة. وحجاب المرأة المسلمة هو ما يميزها عن غيرها من نساء اليهود والنصارى، وبه تعرف عن غيرها من المتبرجات متبعات الموضة وصيحات الأزياء العالمية، كما أنه درع المرأة المسلمة. فسيري إلى ربك أختاه وأنت قد تحجبت راضية قبل أن تأتيه وأنت محجبة مرغمة، وتحاسبي على ما لم ترضين به من حجاب الله عز وجل. فهذا الحجاب ليس مجرد خمار تلقيه الفتاة على رأسها فقط، أو عباءة تغطي بها جسدها، بل هو تشريف لها ولباس التقوى، وله شروط وضوابط وجب اتباعها. أولاً، أن يستر جميع بدنها أمام الرجال الأجانب، لقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابيبهن. ثانياً، أن لا يكون شفافاً يصف البدن، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أراهما وذكر ونساء كاسيات عاريات. ثالثا، أن لا يكون ضيقا يصف حجم أعضاء الجسد. عن حديث أم سلمة قالت: استيقظ النبي ذات ليلة فقال: سبحان الله ما أنزل الليلة من الفتن، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رابعاً، أن لا يكون زينة في نفسه، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن. خامساً، أن لا يكون معطراً أو مبخراً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.